FM. الكلمة ليك. إذا بينا زاد ولي نابل إن شاء الله يجي كامبي معنا زاد. وليت نابل. وليت نابل. وليت نابل. وليت نابل. باش تبدل فكرتها على الدعوة. والله في البروجرام ماذا بينا في اقرب وقت نشوف كيفاش نجموا نصوروا. حكيتوا معاها في الموضوع؟ مازلنا هو مازال كومبيوتر. تدعوها الى الكومبيوتر؟ اكيد انا ماذا بيا دعوه مباشر للوالية نابل باش تعرف انه هي قبل ما تصير اصلا حريقة نتاع قربش. الله اعلم كيفاش صارت وما قالوا عبيد مكمبي. انا نتوقع ما صعيب ياسر عبيد باش تجي تكمبي نهار خميس وجمعة في قربش. صعيب بهذا رأي شخصي فهمني. أما هي تكلمت قبل بشهر قالت شن تصد ظاهرة الكامبينج من غير حتى سبب. هي قالت على الحرائق عمرها ما صارت حريقة كان يذل سنين في جهة نابل 3 أو 4 سنين التالية وفماش حرائق ديما تصير في الشمال الغربي. باش مش كتنظيمية الله أعلم. هاني قلت يعني الكامبينج مش منظم برشا في تونس. لا إيش أفهمك حاجة الكامبينج من 2012 معناتها ظهر أكثر معناتها بعد الثورة خاطر فما عبيد كامبي مش هيك اللي يجمع الكومبي جماعة الكومبي فما تو جمعية ليه هي الشدة معناتها جمعية قانونية صحيح قانونية مي فما عبيد قاعدين يفسدوا في تصوير الكومبينج اللي هما كثروا انتم داركم باش تنظفوا الدومين تاعكم كثروا ياسر برشا عبيد كثروا ياسر دينيرمون زاد فما في مستير صار كومبينج صارت مشاكل معناتها اي وقايد باش تنظموا رواحكم اكيد خاطر كثرت برشا عبيد حتى تنظف العبيد ولات مش ننظموا مش ننظموا حاجه ننظموا ينجم موجود التنظيم مي تنظاف فما عبيد دخيلة نشوفها على الكومبينج فهمتك واللي روندونيه زاد معناتها فهمتني كاب اف ام الكلمة ليك.